معديين كده على مسلسل جميل الحقيقه. ريام حجاج دايما بيكون فيه هجوم شديد عليها، ودايما بيتقال انه هي بتتدخل في كل التفاصيل وفي الكواليس وفي اختيار الممثلين. والسنه اللي فاتت كان في ازمه نجم توفيق عبد الحميد. بتشوف ده ازاي؟ او احكي لنا عن الواقع في جميله ازاي بيكون. هل فعلا ريام حجاج بتتدخل في الكواليس وفي عمل الممثلين؟ هبتدي لك من حاجه. امبارح كنت في برنامج، فكان في ناقد فني، فبيقولوا له ايه المسلسلات الجيده فنيا. ايوه ما بنتكلمش جماهيريا. ده كان ادوارد اللي بيسال. ايوه فنيا. بيقول له فنيا. فقال لهم، بدا بجميله، قال لهم جميله، والسنه دي ريهام حجاج غير. ايوه ما اعرفش يقصد ايه بغير يعني، بس الدورها متساوي مع الابطال، مش عامله وده حقيقه يعني، مش عامله يعني، مش هي مش واخده المسلسل لوحدها. ايوه واحنا يعني جايين نسقف مثلا. ايوه دوري قد دورها، قد دور يسرى، قد دور عبير. مش اوكي، ممكن تكون هي المتصدره الافيش، لكن متصدره الافيش وفي الدراما عليها محوريه. بس ما فيش ممثل مش عامل دور كبير. استاذ سوسن بدر طبعا معانا، عامله حاجه كبيره جدا. فده مش موجود في المسلسل. وانا بصور، ايوه انا طبعا ما اعرفش هي اختارت في الممثلين ولا لا. ايوه انا لقيتهم عايزيني. أيوة. وريهام انا اعرف ريهام من اول ما بدات يعني. ايوه وعلاقتي بها جميله جدا. الفيصل بقى لما نيجي نتقابل في مسلسل وهي بطله ومصدره الافيش، لو اتغيرت عن ما كنت اعرفها هتحس، اقدر اقول لك. ايوه لكن ما لقيتش ده، ما حصلش. لا بقى قالتها معايا مش ده. ايوه انا بالنسبه له هو برضو احمد وفيق ليا انتي وليا يعني، ما وعلى العكس يعني. ما وخدت بالي من حاجه كمان يعني، كل المجموعه اللي في المسلسل هي محتضنهم قوي ودايما واخده بالها منهم في مواده وفي ده اللي انا شفته على فكره. أيوة. وانا كاحمد وفيق والوسط كله عارف وكل الزملاء عارفين، انا مش محتاج اجامل حد ولا ولا طب احمد جاي يتخانق اصلا. لا يعني انا من احمد جاي يعني مش فارق معايا، انا هقول انا معروف ان انا أيوة. انا مش يعني مش منبهر ولا مندهش وفلان او فلان. لا انت منبهر ايه بعد يوسف شاهين؟ يعني بعد مرحله يوسف شاهين اعتقد الانبهار راح. فانا بقول لك يعني اللي بقول لك ده انا بقول امانه يعني، لان ما شفتش منها غير ده. أيوة.